أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تطورات التواصل والمباحثات بين السعودية وميليشيا الحوثي. قالت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أن السعودية تجري محادثات غير مباشرة مع ميليشيا الحوثي في سلطنة عمان منذ سبتمبر الماضي. ونقلت الوكالة عن مسؤولين حوثيين قولهم أن الطرفين تواصلا على امتداد الشهرين الماضيين عبر تقنية الفيديو، كما تواصلا عبر وسطاء أوروبيين. وبحسب الوكالة فإن المحادثات التي توسطت فيها مسقط بدأت في سبتمبر الماضي، وتحديدا عقب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية. وكان نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قد أجرى زيارة غير معلنة الاثنين الماضي إلى عمان، والتقى خلالها السلطان قابوس ومسؤولين عمانيين. ويشار إلى أن وفد الحوثيين المفاوض برئاسة المتحدث الرسمي محمد عبد السلام يتواجد في مسقط منذ شهور طويلة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل فشلت السعودية في إعادة رسم خارطة اليمن بالحرب فلجأت إلى التحاور مع ميليشيا الحوثي؟ وماذا بقي أمام السلطة الشرعية من خيارات الخروج من مأزق التحالف؟ نتابع التقرير الذي أعده الزميل ماهر أبو المجد ثم نبدأ النقاش. 5 سنوات من حرب السعودية والإمارات على اليمن كانت كفيلة بإضعاف الشرعية، بل تمزيقها بدلا من إعادتها كما كان الهدف المعلن للحرب. تلك النتيجة المتوقعة وغير المرغوبة لكثيرين يبدو أنها أوصلت السعودية إلى قناعة بضرورة إعادة الحسابات. وإعادة الحسبة هنا مبنية على تصورها المبيت لشكل اليمن القادم في جانب منه، وإقرار متدرج بالهزيمة في جانب آخر. ما كشفته وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية من أن السعودية تجري محادثات غير مباشرة مع ميليشيا الحوثي في سلطنة عمان منذ سبتمبر الماضي يذهب في اتجاه فشل المملكة في رسم خارطة اليمن باتباع الخيار العسكري. وفي هذا المنحى تابعت الوكالة الأمريكية حديثها بالقول إن الطرفين تواصلا على امتداد الشهرين الماضيين عبر تقنية الفيديو، كما تواصل عبر وسطاء أوروبيين، مضيفة أن المحادثات التي توسطت فيها مسقط بدأت في سبتمبر الماضي، وتحديدا عقب الهجوم على منشأة أرامكو النفطية. تجديف السعودية نحو شط الميليشيا بهذه الطريقة يحقق المشروعية للانقلاب الذي تقوى بفعل الحرب المدارة بطريقة بدت وكأنها انقلاب على مشروعية التدخل التي منحت من الرئيس هادي. كما أن الاعتراف بجماعة الحوثي كسلطة أمر واقع وطرف رئيس في التسويات القادمة يعني فشلاً ذريعاً في قيادة السعودية للحلف المقاوم للمد الإيراني في المنطقة، ويجعل من السعودية تحت رحمة سياط الوكلاء المحليين لإيران. ما استقرت عليه الأوضاع حالياً في اليمن ولو لبرهة من الوقت يشي بشيء واحد، وهو أن السعودية كانت تحارب اليمن لا تحارب لأجل شرعيته، وذاك أمر يقود إلى مآلات أبرزها إجهاض التغيير في اليمن وإعادته إلى ما قبل مرحلة الدولة الموحدة. وأمام هكذا وضع، ما من بد أمام اليمنيين خصوصا أولئك الذين راهنوا ولا زالوا على دور السعودية سوى مراجعة حساباتهم لإنقاذ غلطة هي الأكثر كارثية في تاريخ اليمن الحديث. ولمناقشة أوسع ينضم إلينا من الرياض الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان. سيد محمد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا حياك. بداية، ما الذي يعنيه ذهاب السعودية نحو التحاور مع الميليشيا برأيك؟ خلينا نقول اولا يعني اسمح لي اعلق على التقرير، يعني لا اتفق ما ورد فيه، واحنا متعودين على قناتكم يعني تسمح بطرح الراي في حاله يعني عدم او في رغبه طرح راي اخر. طبعا التقرير بحد ذاته مفهوم غلط، يعني نجيب في الواقع وبالمقاييس لم يكن هنالك فشل، لم تحاول يوما من الايام المملكه العربيه السعوديه او القياده في المملكه وشقاق التحالف بعزم القيادة الشرعية، لم يكن يوما من الأيام تنظر المملكة على أنه اليمن كدولة خصم أو محاربة اليمنيين مباشرة. فأنا أعتقد أنه هذا يعني تقرير ليس صحيحا، يعني حتى يكون مدخلنا
واقعي لما هو مستقبلا. وارجع الى سؤال حضرتك، ما الذي دفع؟ ما لي تقارير، ما الذي دفع المملكه للذهاب؟ انا لا اعتقد ان هنالك، يعني حتى لو كان في لمسنا عسكريا ونرى ما حدث امس في مأرب، نعلم بانه لا زال هنالك خصم لا يفهم الا لغه السلاح ولم يتعامل بمفهوم العلم الدبلوماسي او السياسه او الجناح الى السن. هذا اولا. نعم سيد محمد، ما دمت ذكرت في، نعم لو قطعتك، ما دمت ذكرت الجانب العسكري، هناك دلائل عسكرية وتؤكد خفض التحالف للضربات الجوية على الحدود السعودية اليمنية، وصلت من 303 في سبتمبر الماضي إلى أكتوبر إلى 23 ضربة. وهناك أيضا أنباء تتحدث أن التحالف أمر بإيقاف النار في الحدود اليمنية السعودية. إذا لم يكن هنالك تهديد، لماذا بهذه العمليات التصعيدية؟ العمليات تأتي نظرا لما قام به الحوثي من عملية تصعيد، أو بمعنى صح يمكن يكون الأفضل الطرح بأنه يعني قرروا التحالف بعدم ضرب بعض المواقع، أربع مواقع في اليمن، وإنما العمليات لا زالت مستمرة. انظر ماذا يحدث في الضالع، هنالك دعم عسكري، انظر ماذا يحدث الآن في جنوب اليمن، دعم متواجد عسكري ضمن التحالف العربي. اي نعم الضربات الحوثيه خفت، ولكني انا باعتقادي هو ليس لطرح فكره سلام، لان الحكومه اليمنيه معنيه بالامر. لن تستطيع دول التحالف ان تذهب مع 5% من اليمن وتتحالف او تعقد جلسات معه وتترك المكونات الاخرى، هذا ثانيا. ثالثا انا اشوف انه لو فرضنا وضعنا سيناريو وقلنا انه هنالك حتكون عمليه سلميه وايقاف اطلاق النار والذهاب الى المشاورات والمفاوضات، ما هي السيناريوهات المتوقعه؟ انا اشوف جميع هذا صعب جدا في ظل هذا التعنت. وكلمه الحوثي عبد الملك قبل كم يوم هي تؤكد على انه رجل لا يرغب السلام، وانما يعني يدعم ما يحصل حاليا في لبنان وفي العراق بقوله على موضوع المظاهرات. نعم. فلو وضعنا السيناريو، اي سيناريو؟ دائما المتحدث عبد باسم الحوثي يتحدث بانه ايقاف اطلاق النار، الجلوس، ومن ثم التحدث. هنالك مخرجات حوار وطني، هنالك قرار اممي، هنالك المبادره الخليجيه، لا اجد الحوثي ينظر لها. نعم سيد محمد، على احد هذه المحاور انا نعم. اعتقد انه هذا في ظل للشعب اليمني وليس في يعني نظره واقعيه مستقبليه. ليش؟ نعم. اخر نقطه برايي انا ان الحوثي يريد ان يفعل ما فعله نصر الله في اليمن، ياخذ مجموعه مقاعد في الحكومه، مجموعه مقاعد في البرلمان ويتحكم بوضعها، ان لم يكن يرغب عبد الملك هذا ينظم او يطبق نظام ايران بانه يكون هو المرشد والحكومه من تحته، ما تعلم، او يطبق ما هو حاصل في العراق، لانه هو بزعمهم وبرؤيتهم هذا يسمونه ايش؟ محور المقاومه. تفضل بالبقاء معي سيد محمد. ننضم الينا ايضا من اسطنبول الكاتب الصحفي علي الفقيه. سيد علي، هل هزمت، مرحبا بك معنا، هل هزمت السعوديه في حرب اليمن فعلا؟ فذهبت الى التحاور مع الميليشيا للخروج من هذا المستنقع. مساء الخير، تحيه لك ولضيفك ولمشاهدين قناه بلقيس الكرام. اعتقد انه من المبكر جدا ان نطلق هذا الحكم على نهايه للحرب او ان نحكم على المملكه بالفشل في هذا الوقت. لا يزال يعني هناك يعني وقت، لا يزال يعني هناك مراحل قادمه للصراع مع الحوثي، سواء الصراع بين الحكومه اليمنيه ومن وراءها التحالف العربي والحوثيين، او حتى اذا افترضنا ان التحالف قارب على انهاء عملياته العسكريه في اليمن، ستظل حرب الشعب اليمني مع الحوثيين قائمه، لان الحوثي في النهايه يعني هو امتداد
لتاريخ أسود صارعه اليمنيون كثيرا خلال الفترة الماضية. إذن هذا التاريخ الأسود التي أشرت إليه، أين ذهب الهدف الأساسي لدخول التحالف وإنهاء النهج يعني الحوثي والقضاء على الحوثي، واتخذت نهج راديكالي لإنهاء الانقلاب الحوثي بشكل كامل وعودة الشرعية؟ أين ذهبت هذه الأمور؟ ألم تفشل؟ ألم تعترف الآن من خلال جلوسها مع الحوار مع ميليشيا الحوثي؟ أعتقد أنه يعني الجلوس مع الحوثي إذا صح الآن أن هناك لقاءات بين القيادات السعودية وبين الحوثيين، فهذا أمر ليس مفاجئ، لأنه حدث منذ 2016 وكان هناك لقاءات معلنة وليست سرية في ظهران الجنوب، وظل النقاش يدور في أطر ونقاط محدودة ولم يتوصل إلى نتيجة، لأنه في النهاية الحوثي لديه مشروع ولديه خطة ويعمل من أجلها، ولن يتوقف أو لن ينهي مشروعه من أجل أن يمنح بعض الانتصارات الجزئية، لأنه مشروعه كبير ومعلوم، هو يسعى للسيطرة على أو أن يكون هو المتحكم أو القوة الرئيسية في الجزيرة العربية، وإذا منح هذه الفرصة، إذا ترك في هذه المناسبة، أعتقد أن الفصول القادمة ستكون سيئة على الجزيرة العربية بشكل عام، وبالتالي انطلاقا. نعم، هذا المشروع الكبير الذي أشرت له سيد علي لو قاطعتك، باعتقادك هل التحاور مع جماعة الحوثي مع السعوديين يقومون الآن به، هل يمكن أن يقود إلى سلام في ظل المشروع والهدف الذي أشرت له؟ مطلقا لا يمكن للحوار مع الحوثي وهو الآن بهذه القوة أن يقود إلى سلام، لأن ما وصل إليه من قوة ومن تهديد لمنابع النفط ومن تهديد للمياه الإقليمية يغريه بتحقيق المزيد من النفوذ في المستقبل، ويجعله يشعر لأنه قادر على تحقيق المكاسب. ما لم يكسر الحوثي، ما لم تنتزع شوكته، فإن هذا المشروع سيمضي إلى يعني أبعاد أكثر وأخطر مما يتصور الجميع، وبالتالي إذا ما قيس الأمر بمعايير منطقية وواقعية، أعتقد أنه لن يغامر أحد ويمد للحوثي يد السلام وهو الآن يتحكم بالقوة واستطاع أن يجيش هؤلاء الآلاف من الفقراء والأميين. نعم. ليصبحوا ألغام مؤقتة يفجرهم متى تفضل ما بالبقاء. أراد وحيث نعم. ما أراد. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد علي. نعود إلى ضيفنا القبيبان، اللواء الخبير الاستراتيجي محمد القبيبان. سيد محمد، إذن أليس هذا التحاور مع ميليشيا الحوثي يقود للاعتراف وشرعنة للميليشيا؟ ما أظن، لأنه أولا هناك كان في اجتماعات سابقة والجلوس مع الحوثي، يعني آخرها مؤتمر ستوكهولم في السويد، لا يعني هذا الاعتراف معه، ولكني أنا أعتقد أن هذا تماشيا وتجاوبا مع متطلبات المرحلة. متطلبات المرحلة تتطلب بأنه يعطى الفرصة للحوثي، خاصة أنه يعني كان عندنا أزمة في الفترة الأخيرة، ولله الحمد اتفاق الرياض استطاع أن يتجاوز هذه الأزمة. فإذا جلست أنت مع خصمك أو كان هنالك حوار، هو إرسال رسائل عديدة، وأنا أتمنى أن يكون هنالك جلوس، ولكن لم يصرح أحد في الحكومة السعودية بأن هنالك جلوس مع. نعم سيد محمد، لكن هل متطلبات المرحلة التي أشرت لها من ضمنها عودة الرئيس هادي، وأيضا من ضمنها سحب سلاح ميليشيا الحوثي، وهل ميليشيا الحوثي ستقبل بهذه الاشتراطات؟ من أقول لك إحنا أمام خصم مفهوم مشروعه واضح، ولن يقبل بما هو بالعكس، هو له مشروع خاص يريد السيطرة على اليمن، يريد أن يضع اليمن كامل تحت فكرة مذهبية طائفية عصبوية، فمن الصعوبة بمكان أن يقتنع، وإلا كان اقتنع من فترة طويلة بأنه والله نعم الحرب ليس لها فائدة، وإنما كانت أضرارها كثيرة على الأطراف جميعا. ولكن أنا أرجع، خلينا نرجع للنقطة الرئيسية اللي أنت تتحدث عنها، أو المحور اللي هو تتكلم هل سوف يكون هنالك حوار؟ أنا أتمنى أن يكون حوار، وأريد أن يصل ويفهم العالم لأن هذه الجماعة لديها مشروع، وليس أنها مدعومة فقط، لا،
انما هو محور يريد ان يدمر المنطقه وهو مستمر هذا المحور. يعني انت شفت كلمه حسن نصر الله قبل كم يوم تؤكد على ان هنالك ربط ما بين الحوثي ونصر الله والخميني او الخامنئي في طهران، لن يتنازل. وهذا ما اريد انا، ان يفهم الشعب اليمني، وانا متاكد ان الاخوان في اليمن والاخوات في اليمن يعلمون جيدا بان الحوثي يريد تدمير اليمن او ارجاعها الى الخلف بسيطره مفرده. هذا نقطه. النقطه الثانيه، لن يقبله الشعب اليمني حتى ولو جلس مع اطراف معنيه. الشعب اليمني يعني اعتقد انه عانى الامرين، قتل الكثير. لكن سيد محمد، هناك من يقول ان 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 قبول السعوديه بهذا الحوار هو يضعها تحت ضغط وسياط وكلاء ايران، ويضعها تحت ضغط شديد، وحتى انها يعني بالامكان انها تقبل باشتراطات الحوثي. لا يعني انا اشوف، اسمح لي نقطتك يعني هي ليست النقطة الوجيهة، مع احترامي لحضرتك وتقديري للقناة، لكن كيف يعني من اللي الآن له المكاسب؟ يعني الآن لما تتكلم على إعادة الشرعية في العديد من المناطق، محاولة إيقاف التدخلات الخارجية، حصر الحوثي ومحاصرته في مناطق معينة، أي من هو، من هو الذي كسب إلى هذه اللحظة؟ فمن سيأتي إلى طاولة الحوار هو من يرغب بالسلام أكثر. وانا اعتقد ان الحوثي لا يهمك الفتره الطويله للقضاء بالحرب، ولكن لن يستطيع ان يستمر هو الان على دون خط المستوى للمعيشه. نعم نعم، تحدثت عن الرغبه، عن الرغبه في السلام، الجميع يرغب في السلام. نعم، تحدثت عن الرغبه في السلام، الجميع يرغب في السلام، لكن ما هي الضمانات التي تؤكد ان الحوثيين لن ينقلبوا على السعوديين او مثل ما انقلبوا في الاتفاقات السابقة؟ سيد محمد، السؤال لي أنا؟ نعم لك سيد محمد. ما في شك الحوثي دائما يعني هو واضح انه لم يلتزم ولن يلتزم، فهي تعتبر عمليات عبثيه. ولكن قد يكون هنالك ضامن، بما ان تقول انت سمو نائب وزير الدفاع ذهب الى عمان، وقد يكون هنالك لقاءات، انا لا اعلم، الحكومه لم تصرح بهذا الشيء، ولكن نريد جهه ضامنه لفعلا ايقاف العمليه العسكريه والعوده الى العمليه السلميه بالشروط التي هي تعيد السلم والسلام والامن، وإعادة الحوثي الى مكون سياسي زي اي اطراف اخرى، وايقاف التدخلات الخارجيه في اليمن. هل سيكون هنالك ضامن؟ اذا كانت عمان تضمن هذا الامر، فانا اعتقد ان التحالف والحكومه اليمنيه والجميع يريد ان يوقف الحرب، ويريد ان يعني نعيد تركيب الاوراق في اليمن، ويصبح اليمن دوله لها وزنها ولها قيمتها كما كان سابقا. ولكن هل سيلتزم الحوثي؟ انا شخصيا معني سنعطيك في الراي في اخر لحظه، انا لا اثق بهذا الرجل ولا اثق بالجماعه، لانه هو نفس المدرسه اللي جاءت منها حسن نصر الله، وجاء منها من يعبث الان حاليا في العراق، ومن يعبث حاليا في المنطقه العربيه في سوريا والمناطق الاخرى. فلا ضامن لهم. ونحن نرى، راينا كثيرا مع المجتمع الدولي ماذا فعل الايرانيين في العديد من الاتفاقيات، لا يوجد هنالك التزام، يماطلون في المشاورات وفي الحوارات. فهي نفس المدرسه التي يعني تبقى تتكلم معنا في العديد من المواقع. شكرا لك. نعم نعم، شكرا لك الخبير الاستراتيجي الدكتور اللواء محمد الخبيبان، كنت معنا من الرياض. نعود إلى ضيفنا من اسطنبول الكاتب الصحفي علي الفقيه. سيد علي، باعتقادك التحاور مع ميليشيا الحوثي هل يمكن أن يقود إلى سلام فعلا في اليمن؟ لا يمكن للحوار أن يقود إلى سلام مع الحوثي وهو في يشعر أنه في حالة قوة، يشعر أنه قد امتلك من أدوات الضغط ما يجعله قادرا على فرض خياراته وإرادته على الجميع سواء داخليا أو إقليميا. بالتالي نحن قلنا مرارا وتكرارا بأنه لا يمكن للحوثي أن يجنح إلى سلام ما لم تكسر شوكته،
ويشعر بأنه قارب على النهاية، لأنه الرجل يعني يحمل مشروع لديه خلفية مئات السنوات من الصراع والهيمنة على اليمن. لكن سيد علي، هناك المؤشرات الأخيرة، المؤشرات والتحركات الأخيرة، لو قاطعتك سيد علي، المؤشرات والتحركات الأخيرة للسعوديين للجلوس مع الحوثي للحوار، وأيضا هناك أنباء عن خفض الضربات الجوية بعد إعلان وقفها من طرف واحد الحوثي في قبل عدة أشهر، وأيضا هناك أنباء عن وقف إطلاق النار حتى في الجبهات ما بين الحدود اليمنية السعودية. طيب يا صديقي، هذا ليس نهاية الكون. حتى لو افترضنا أنهم أوقفوا الحرب مع الحوثي ودخلوا في سلام، الحوثي لن يتوقف ولن ينتهي مشروعه عند هذه النقطة. الحوثي مشروعه له امتدادات بعيدة وطويلة. الرجل لديه طموحات، لو رأيت أنت أدبياتهم وإنتاجاتهم الفنية والخطاب الذي يتبنونه، يشعرون أنهم الأحق بحكم المنطقة وليس اليمن فقط. أما اليمن فقد أدخلوها في دوامة كبيرة، ويعني لن يفعل بها أكثر مما فعل خلال الفترة الماضية، ولكنهم في حال تسليم اليمن للحوثي فإنهم بذلك يسلمون له مفاتيح المنطقة بشكل عام. وهناك مجاميع مشابهة للحوثي في كل بلد، في من بلدان الجزيرة العربية متحفزة لفعل ما فعل الحوثي وتنتظر لحظة الإشارة. وإذا ما منح التمكين للسيطرة على المنطقة وامتلاك مفاتيح القوة، فإن هذه المجاميع ستتحرك وسيكتمل المشروع الشيعي للسيطرة على منطقة الجزيرة العربية بما تشكله من مخزون نفطي، وبما تشكله من مكانة دينية وروحية لها حضورها عند جميع المسلمين في العالم، في العالم الإسلامي أجمع. بالتالي نعم. هذا الخيار إذا ما حصل عليه الحوثي، فأعتقد أنه سيكون هو فقط عبارة عن ممر أو معبر لمرحلة قادمة أكثر خطورة، و يعني يجني نتيجتها شعوب المنطقة العربية بشكل عام. نعم، في حال لو حصل الحوثي على هذه الشرعنة، ما هو خيار اليمنيين للخروج من مأزق التحالف؟ وأيضا هل هم قادرين على خوض حربهم من دون السعودية؟ اليمنيون يقاومون مشروع الإمامة منذ وصل يحيى بن حسين الرسي إلى صعدة عام 224، وبالتالي ستستمر مقاومة هذا المشروع العنصري السلالي الطائفي الذي من دون السعودية. من دون السعودية هل سيستمر اليمنيون؟ من دون السعودية استمرت الحرب في عام 62، منذ عام 63 إلى يعني 7 سنوات استمرت وانتهت بالنصر لليمنيين ولمشروعهم الجمهوري بعد أن تخلت عنهم السعودية وبعد أن غادرت مصر. يعني بعد أن خرجت الأطراف الإقليمية من الصراع، استطاع اليمنيون أن يحسموا معركتهم، وانتصرت ثورة 26 سبتمبر بفضل إيمان اليمنيين بحقهم في حياة كريمة وفي نظام يحفظ لهم كرامتهم. نعم، علي الفقيه الصحفي والكاتب، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول للخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، والتحية من معد ومقدم الحلقة ماهر أبو المجد، ومني وإلى اللقاء.